بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على الأوراق والمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، محمد رشاد، محمد رشاد، محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديله، السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة، محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص، أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته المؤة، هشام البدر محمد محي الدين وشهرته هشام الفلسطيني، محمد أحمد البغدادي وشهرته المندو، فؤاد أحمد التابع محمد وشهرته فؤاد فوكس، محمد شعبان محمد حسنين، ناصر سمير أحمد عبد الموجود، حسن محمد حسن المجدي، محمد حسين محمود علي عطية، أحمد رضا محمد أحمد، أحمد محمد عبد الرحمن النجدي، طارق عبد الله عصران علي وشهرته طارق عصران، طارق عبد الله عصران علي وشهرته طارق عصران، عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمه، محسن محمد حسين الشريف وشهرته محسن القص، وائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته وائل سيكا، محمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته الدسه، محمود علي عبد الرحمن صالح، لفضيله مفتي جمهوريه مصر العربيه لاخذ الراي، من فضلكم من فضلكم لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة 9/3/2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12/12/2012 وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوة الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر أيا كان موقعه. رفعت الجلسة.